المدرسة ما بتتعاملش مع مدارس المدام اللي بتتعامل من زمان، يعني المدرسين والموقف وحيد كان أستاذ جبر. أقول لحضرتك، تذكرت موقف كان في مدرس لغة عربية اسمه حسن الحداد. المدرس دوت في يوم من الأيام كان واقف بيشرح على السبورة، وبعدين في ولد زميلنا عمال يطقطق بطوقية كده ماوية من حركات سخيفة يعني. فقال له مرة واتنين اسكت بأدب. المرة اللي بعدها قال الحيوان اللي عمل كده يسكت. هو اعتبر نفسه غلط. جه الحصة اللي بعدها اعتذر عن اللفظ اللي طلع منه وقال صحيح هو غلطان، بس انا ما كانش ينفع ان انا اقول كده. اول سنه دخلت المدرسه كنت راكبه الاتوبيس، يعني بتاع المدرسه عادي، اتوبيس عادي، الناس وقعوني او بيحلف على من طرحه تاني، ما رحتش المدرسه خالص، ولا درس ولا مدرسه، ومفيش تعليم اساسا، وبينزلوا زي ما بيروحوا زي ما بيجوا. طب ايام حضرتك كان في تعليم؟ طبعا كان في تعليم، المدرس كنا علمنا بواحده وواحده، وفي تعليم كويس. لا المدرسه كانت محبوبه لي. لا مواقف ما اتذكرش يعني. عرفت من عصيره قبل كده؟ لا طبعا. اكتر موقف حصل لك خلال بقى الثانوي والاعدادي والابتدائي، واكتر موقف مش قادره تنسيه لحد دلوقتي في المدرسه؟ موقف عن ايه بس؟ موقف معين ما تقدريش تنسيه على الدراسه؟ لا ما فيش موقف حصلت لي قبل كده. مش موقف؟ لا. طب انت ايه رايك في حاله التعليم؟ يعني مش قوي، مش كويسه قوي ومش وحشه قوي برضه. اسكول الصيدله كانت كويسه. انت عرفت دي اول سنه؟ لا دي ثاني سنه، فرقه ثانيه. قول لي ايه اكتر موقف حصل لك في المدرسه ما تقدرش تنساه؟ والله هو اكتر موقف حصل لي في المدرسه كنت في الابتدائي وكده، وكان واحد صاحبي كان هيتضرب وكان المدرس خلاص هيضربه، فنط من الشباك. المشكله كان الشباك كان في الدور الثالث، فنط من الدور الثالث على طول. على الارض. فضل الفصل كله بص بقى يشوف، فطلع بيجري على طول برضه، ما حصلش حاجه. ما اتكسرش. طب وانت عملت ايه؟ قعدنا نضحك، كله قاعد يضحك، المدرس قاعد يضحك. ما نطيتش وراه؟ لا لا لا. الحمد لله. طب انت تحب تقول ايه بالنسبه للتعليم في مصر؟ والله التعليم في مصر عايش شويه تعديل، وفي حاجات عايزه تتعدل في الثانويه العامه، وفي حاجات عايزه تتعدل من تحت. فالتعليم لو هتبتدي انك تصلح في التعليم فانت تصلح من تحت، ما تصلحش من فوق، ما تعدلش الثانويه العامه، لا عدل من الابتدائي، عدل من المناهج كده، عدل من الحاجات دي.